هذا البرنامج برعاية رمضان كريم عليكم ومرحبا بكم ببرنامجكم باك ستيج. مثل ما عودناكم كاميرتنا متواجدة بأغلب كواليس الأعمال الرمضانية وراح تتفاجئون بلقاءات وحوارات مختلفة. الشاعر الكبير والمهم مأمون النطاح، وهذا اللقاء راح يكون جدا مشوق، خليكم ويانا. إذا فزت ما نسأل سؤال محرج، بس إذا خسرت تمام نسأل سؤال محرج، متفقين؟ ساعة؟ إذا شنو؟ سؤال المحرج. تفضل. السؤال المحرج، أغلب الناس من قلهم يا بقيم الافلام بمجالك الفني يتجبجب، احنا اليوم نريدك اسماء غير جيلك من الشباب تشوفهم واجهه للعراق بالمستقبل. قصدك من الشعراء؟ من الشعراء. هو شوف يعني موضوع الشعر بالذات ما اقدر اقول واجهه للعراق، الموضوع يختلف جدا. ليش؟ لان احنا عندنا كم وايد يطلع، فاكيد هم كلهم شعراء، كل واحد له جمهوره. اللي يكون واجهه للعراق يعني خارج العراق لازم هذا متعكز على ثقافه قويه اولا، اثنين متمكن من الفصيح، ثلاثه لونه قريب الى العرب، يعني من يكتب، لان مو كل العرب يفهمون لما احنا نكتب شعر بلهجاتنا المحليه. انا يستهويني شعر اغنيه مع تحفظي على موضوع واجهه. انا اقول يعني هذا الشاعر اثبت جداره، اللي هو رامي العبودي. مع العلم العبودي، مع العلم انا ما عندي علاقه بالاخرامي شخصيه، اي يعني ما عندي اي علاقه شخصيه بي، بس الاغاني اللي يكتبها يعني متاسسه صح، تاثيرها صح. قصيده اللي كتبتها للبنيه، اي شنو كان رده فعلها؟ يعني عجبتها اكيد، اكيد عجبتها. اقدر اسمع منك شويه؟ تقول ما تحبني تقول انت وصاير تحبهم اكيد، قلبي حبك يا حبيبي لو علي ما أري، راح ألم جروحي وارحل وانت مني ولا تزعل، بس أسألك يا حبيبي صير أحبك من بعيد. الله. رحلت أنت ويا خلك ورحت أنا وياي همي، وعلى البعد توصل أخبارك لاني يمك لانت يمي، وشاءت الصدفة التقينا ويوم شفتك صار عيد، فززت كل جرح بي وقمت أحبك من جديد. أول شيء عندنا أنا. نعم. أنا أحب، أحب العراق. أنا أكره، أكره كل من يكره العراق. هل في يوم من الأيام انكرت فضل شخص عليك؟ لا أبداً، أبداً. حتى لليوم أنا أذكر من أجي على بداياتي أقول فلان وفلان وفلان ساعدوني في بداياتي. منو ضي القمر بحياتك؟ عائلتي طبعاً، أولاً عائلتي، أولادي وزوجتي هم ضي القمر. الله يحفظك. وبعدين أخواني وعائلتي الأكبر، وبعدين الأكبر اللي هم جمهوري محبين. منو كان ملهم أستاذ مأمون النطاح بالنسبة للشعر؟ يعني الملهم يمكن صعب نقول، مو صعب نقول، بس أقصد صعب في حالتي أنه كان عندي ملهم، بس هواي ناس متأثر بهم أكيد. أسماء. يعني أسماء عريان الله يرحمه، الكبير أبو خلدون، القاطع، عبد الرزاق عبد الواحد، الشعر القديم، الشعراء النبط أو البادية أيضا، كثير أسماء متأثر فيها لليوم أنا أقرأ لهم. شكرا لك يا مأمون النطاح، واستمتعنا وياك بهذا اللقاء الثاني، والان نوصل للنجم كاظم القريشي ورحب بينا اجمل ترحيب وحكينا بهواي تفاصيل. ومن وصلنا لطار العمر قال عمره ايش قد؟ 33 سنه. شخصيتي بهذا العمل شخصيه عزيز ضابط، اللي ايضا شخصيه محوريه بالعمل، شخصيه ايجابيه جدا، يطارد عصابات، يطارد مجرمين، يطارد تجار مخدرات، ما يستثني أحد حتى لو كان أقرب الناس إليه، وإحنا راح تشوفون إن شاء الله بالأحداث. يعني هو ابن القرية أيضا، اللي أيضا هو مدير مركزها، فأكيد لما يكون ابن القرية أكيد كلها معارف، يعني كلها أقارب وكلها عرف،
بصراحة وبدون مجاملة، لا أجامل فريق العمل ولا أجامل بقية الزملاء اللي معي، ولكن يمكن أجمل تجربة مريت بها هي حي. لأنه تخيل يعني أنا شخصيا بالنسبة لي ربما هم أكيد هم عندهم ظروف، ولكن من بداية من أول يوم تصوير وإلى آخر يوم تصوير أنا موجود بالمواقع، ما حسيت غير الحب والاحترام والتقدير والخدمة الممتازة اللي شفناها من فريق العمل، من كادر NBC عراق وجهة الإنتاج التنفيذي اللي هم كادر لبناني وسوري. كان عمل ممتع جدا وتجربة أكثر من رائعة. أستاذ كاظم مش قد عمرك؟ عمري 55 هذا السنة أو 33. أنا على فكرة صار يعني هاي للسنة الثانية والعشرين أحتفل بعيد ميلادي 33. ليش هذا الرقم 33؟ لأنه لا 33 لأن من دخولي للفنان دخلت الفن وعمري 33 سنة، فأعتبر خلاص العمر توقف بقى شباب. لأنه بالفن ما دام شيء تمارسه أنت تحبه خلاص هو هذا شبابك وطفولتك وفرحتك وسعادتك. والله أنا شوف مشاهير العراق وكل كادر مشاهير من أحب الناس إلي ومن أحب المواقع بصراحة، وأنا دائما أقول مشاهير العراق أهم. وحتى كنت قبل شوية كنا أنا وست صبا إبراهيم قلت لها الجماعة أنا بالنسبة إلي أهم من أي جريدة أو مجلة أو موقع إلكتروني والله العظيم، زين إن لم تتفوقوا على كثير من القنوات الفضائية. لأنه يمكن الآن بأي قناة فضائية مستحيل تلقى هذا الكم الكبير من المتابعة والمشاهدة. هل راح تعزمنا بعيد ميلادك 33 ولا؟ إن شاء الله هو هذا العيد للمرة 22 بالعيد ميلاد 33، فأنتم مدعوين إن شاء الله بالمكان اللي تحبوه. الشباب دائم وعمر مديد. شكرا لك يا أستاذ كاظم ونتمنى لك طولة العمر وراح تبقى إن شاء الله على 33 سنة. أما الآن مع الوجوه الشابة المميزة والجميلة واللي أول مرة تدخل عالم التمثيل وعكست شخصية المرأة العراقية واللي هي مريم غريبة. مريم أنت فلونسر، مدربة لياقة بدنية، أوكي، واليوم بنشوفك بعمل رمضاني مهم جدا لمهند أبو خمرة. شنو شعورك؟ طبعا الشعور هو كلش غريب انه اني اساسا يعني بعيده عن هذا المجال، وحتى ممكن الناس راح تقول انه هذه ممثله، بس اني اساسا ابويا والدي موجود بهذا المجال من زمان، سالم غريبه وممثل قديم، فخلينا نقول شويه عندي ماخذه منه الخبره، او خلينا نقول ممكن يعني عشان احنا نقول توارثا الموضوع هذا. وحبيت هذا العمل صراحه كون انه الشخصيه اللي اجت من كتبت الي قريبة من شخصيتي، أنا بيرسونال ترينر كوتش، مدربة رياضة. الشخصية راح تكون ضابط برتبة نقيب، والحلو أنه حبيت الشخصية لأنه هي قريبة ما أقول من شخصيتي قد ما أنه تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، لأنه راح يكون أكو حركة عالية بالدور. وشي غريب يعني إحنا فعلياً بهذا المجال ما عندنا يعني دور نسوي بالمجال اللي خلينا نقول الضابط أو مجال الدولة ومؤسسات الدولة، دائماً العنصر النسوي عندنا قليل. فأني حابة أشجع حتى البنات إنه يصيرون يعني يخذون هاي التجربة إذا هم عندهم بالسلك العسكري. حلو، بالعكس أنا حتى من دخلت بالدور حبيت. بعد هاي التجربة راح تستمرين بالتمثيل؟ طبعاً لا طبعاً، أنا حابة كلش يعني الدور هذا، وبالعكس أريد أسوي أدوار غريبة ما منطرحة على الشاشة العراقية. يعني هذا الدور أنا بالنسبة لي كان غريب وما مطروح، وأي شيء غريب وحلو يعني وحتى لو صعب ما عندي مانع أسوي. يعني كأكشن وهيج حركات وقفز أكشن، سوري، سياق للدراما أكشن، ما عندي أي مشكلة بالعكس، بس تكون الشخصية غريبة، هاي أهم شيء بالنسبة لي. زين بالنسبة لشخصيتك هالوادم راح تحبها تكرهها؟ لا إن شاء الله راح تحبها كلش هواية، إن شاء الله راح تحبها كلش هواية، لأنه بيها ذكاء وبيها يعني شيء ثاني ما نقدر نحكي عنه، بس راح يدخلون كلش ويا جو الشخصية. جيد، سأريد من عندك كلمة توجهيها للجمهور في رمضان. أول شيء أقول للجمهور كل عام وهم بألف خير بمناسبة رمضان، وإن شاء الله العمل هذا يعجبهم،
وطبعا احنا بالنهاية هاي الاعمال حلوة لانه تعكس واجهة بلدنا للناس، فان شاء الله هذا العمل يشرف بلدنا هاي بالدرجة الاولى. شكرا لك يا مريم ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. اما الان نوصل للختام حلقتنا، اتمنى انتوا استمتعتوا يانا بلقاءاتنا، وخليكم جاهزين للقاءات القادمة اللي راح تكون نار. كونوا بخير وسلام. هذا البرنامج برعايه